لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تداول نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحارس أمن صهيوني بمطار سلا يضع يده على سلاحه النارية. الحارس وبعد نزول الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك إلى مطار رباط سلا الدولية بدأ في حالة تأهب قصوى دفعته إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة. وهو السلوك الذي أثار حافظة بعض المتابعين واعتبروه إهانة للمغرب، وعلق بعضهم بقوله هذا غير جيب طيارة كتب عليها السلامة. وأضاف آخر الاستقبال غير العادي هو اللي خلاه مرتاح شو مطمئنش. تجدر الإشارة إلا أن هذا وقع في أول رحلة مباشرة لطائرة إسرائيلية تضم كل من مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آفي، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بن شبات. نشكركم على حسن المتابعة.